كل منا هدفه الواضح الذي يسعى إلى تحقيقه، لكن هذا الهدف سيبقى مجرد حلم صعب المنال إن لم نقترن سعينا إليه بالعمل الجاد المتواصل. فلن نبلغ الهدف الذي نريد إلا بعد أن نعزز إرادتنا بالعزم الكافي الذي يشد من أزرنا للوصول إلى ما نصبو إليه. هل من مكيدة جديدة يدبرها أنواعي؟ إن تحركاته اليوم توحي بذلك. هذا الانفجار أشعر وكأن الأرض تحتوي تحت. ما هذا الدخان الذي يتصاعد؟ ما الأمر؟ ما الذي يحدث يا ألواي؟ ما مصدر هذه الانفجارات؟ انظر هناك وستعرف السبب. إنني أجرب هذا السلاح الفتاك. سأقضي على هضوم كلهم بوساطة هذا السلاح الناري الجديد. سيفتح لنا الباب قبل أن نحطمه يا روجر. إنها تعليمات اللورد ألواين وعليك التنفيذ. لن تثارتي، اذهب إلى سيدك وأخبره بردي هذا. إذن عليك تحمل نتائج هذا الموقف الذي سيضطرنا إلى استخدام سلاحنا الجديد ضدك. يصعب عليكم حمل نافذ اللهب إلى هنا لبعد المسافة التي تفصلنا عنكم. البعد غير مهم، لأن سلاحنا الجديد سهل الحمل والتنقل إلى أي مكان. هيا اخذفوهم. سأخبر اللورد ألواين بهذا حالا. هيا بنا. لقد نجحنا في طردهم يا أبي. نعم، ولكنهم يتسمون بالغدر، علينا الحذر منهم. أعرف ذلك، نحن أبناء عائلة نبيلة ولن نرضخ لهم مهما حاولوا الضغط علينا. ولكن كلام قائد الجند يدل على أنهم سيستخدمون ضدنا سلاحا جديدا في المرة القادمة. لن يخيفنا ذلك، وسنقاتلهم حتى النصر، أليس كذلك يا أبي؟ أفضل أن تغادر هذا المكان حفاظا على سلامتك يا ولدي. بإمكانك الذهاب إلى بيت جدك. لكني أفضل البقاء إلى جانبك يا أبي كي أقاتل معك. لن نستفيد من وجودك بشيء. لا تقل كلاما يقلل من شأني. اسمع الكلام، فأنت ما زلت صغيرا على مواجهة الصعاب. أريد أن أدافع عن أرضي أيضا. أبي، لا يمكنه تقدير صعوبة الموقف. أذكرك بموعد الغداء.
أجب إن كنت تسمعني. أين أنت؟ ترى ما الذي يريده جون؟ روبن أين تختفي الآن؟ لماذا تناديني يا جون؟ لقد جاءك زائر. إن هذا الطفل يبحث عنك منذ الصباح. قال لي إنه يريد التحدث إليك بموضوع مهم ولم يخبرني به. هل أخبرتني بطلبك؟ أنا وعائلتي في ورطة كبيرة وأنت المسؤول عن ذلك. لقد أغضبته عندما أفسدت عليه حفلة تبني. ما علاقتنا نحن بالأمر؟ لم أفهم شيئا. هل وضحت لي أكثر؟ لقد صب جامع غضبه على الجميع بعد أن أفسدتم عليه حفلة تبني ليديا لانكاستر، وبعد ذلك فرض علينا الضرائب المرتفعة، ولكن أبي وغيره من المزارعين لم يرضخوا لهذا، فأرسل إلينا ألوين من يهددون بترك أرضنا. لا تخف، لأن ألوين أضعف من الفأر خارج قلعته. أنا لست خائفا منه، ولكنهم هددون بسلاح جديد يبدو أنه فتاك ومدمر. سلاح جديد؟ نعم، إن هذا السلاح فتاك لأنه سهل الحمل إلى أي مكان، لذا جئت إليكم لأخبركم بذلك. نحن الآن في موقف حرج لأن ألوين لن يتوانى عن استخدام هذا السلاح ضدنا في أي لحظة، لذا جئت إليكم طالبا المساعدة. أجب، هل تساعدني أم لا؟ لماذا وقفت؟ هل ستقاتلوني؟ خذني إلى مزرعتكم يا جاك لأنني سأقف إلى جانبك. هل أنت جاد في ذلك؟ إن واجبي يحتم علي الوقوف إلى جانبهم ضد ألوين، فلن أقف مكتوف الأيدي لأنني أرفض الظلم بأشكاله كلها. إذن سأكون أنا إلى جانبك أيضا. ونحن كذلك يا روبن. أحسنت يا جون. استعد. حاضر. أرجو أن تسمحوا لي بالانضمام إليكم. ليديا، أفضل أن لا تذهبي معنا. لا تنسى أن ألوين عدوي مثل ما هو عدوكم، لذا سأذهب معكم. لكن الموقف خطر. هل تشك في قدراتي؟ لا طبعا. لا تحاول منعها من الذهاب معنا لأنها مستعدة لذلك. أجل أجل، وكلما ازددنا عددا أصبحنا أكثر قوة، أليس كذلك يا معلمي؟ هل سأبقى وحيدة هنا كما في كل مرة؟ اطمئني يا أختاه، أنا سأبقى معك أيضا. إذا لن أبكي أمامهم الآن. هيا فلننطلق حالا، لا داعي لإضاعة الوقت. وهل يعجز اللورد ألوين عن تأديب شخص مثل ديفارج؟ لا داعي للاستعجال، لأن سلاحي الجديد سيكون أكثر إقناعا لهم. إذن بحجة عدم دفعهم للضرائب المفروضة عليهم سنستولي على أراضي أولئك المساكين، أليس كذلك؟ ولكنها خطة ذكية منك وأنا أعترف بها. لا تنسى أن قانون الضرائب يبيح لي ذلك وأنا أتصرف ضمنه. سيد اللورد، أخبار سيئة. لقد فوجئنا بأمر لم يكن في الحسبان. ماذا حدث؟ سامحني. لما عد؟ كان عليك أن تبقى في منزل جدك؟ ولكن هذه الأرض لنا جميعا ومن واجب الدفاع عنها. لا يمكنك فعل ذلك. لا توبخوا يا سيدي. إن جاك ولد شجاع. ومن أنت؟ إنه روبن، الفتى الذي أفسد حفلة تبني. إذن أنت ابن عائلة هينغتون؟ وأنا كنت معه أيضا. أنا جون زعيم عصابة شارون ذات القوة الجبارة. وأنا ماتش أمهر من اتخذ العصا. وماذا تريدون مني؟ جئنا كي نقاتل معك جنبا إلى جنب.
هناك من يتجسس علينا. إنهم جيراني وهم يخافون بطش الواين. ماذا يعني هذا الوشم؟ أنا سأجيبك. هل تود أن تعرف ما معنى هذا الوشم يا أوال؟ إنه يمثل رمز عصابة الشارود القوية. ولكننا جئنا كي نقاتل معا من دون أي تسمية. إن لم ترغبوا بوجودنا بإمكاننا الذهاب فورا. هيا أجبنا يا أوال. لقد جاءوا يا أبي، إنهم على مقربة منا. سلاح الوين الجديد. إذن هيا، هل أنتم مستعدون لقتالهم؟ عجل! ونحن نلتقي ثانية يا الوين. كي تغير رأيك وتسلم بروحك أنت وأولادك. حسين، فأنا ولدت في هذه الأرض عزيزا مكرما، ولن أفرط بحبة تراب واحدة من أجل مجرم مثلك. وإن كان هناك فرصة للهرب فهي من مصلحتك أنت يا ألوين. لا تعرض نفسك للخطر بدافع من كبريائك المريض. إنك تزج بأولادك في معركة لا طائل منها لعدم قدرتكم على مواجهتي. أعرف أنك جبان، لن أبدل موقفي لسماع مثل هذه التهديدات الفارغة لأنك عاجز عن التنفيذ. كيف تجرؤ على مخاطرة سيدك بهذه الطريقة؟ ومن قال إنك سيدي يا ألوين؟ أنت رجل ظالم لا يعرف الرحمة ولا يشرفني الانقياد إليك. هيا اقتلوه.
يتوجب علي قطع ذلك الحبل. سأحاول ذلك. سنبدأ العمل. الآن أنتم لم تروا إلا جزءا بسيطا من إمكانية هذا السلاح. العجلة الحارقة كسرت تعجرفة. ليديا الوهم هو الحق. الآنسة ليديا فخر عائلة لانكاستر تنضم إلى عصابة من اللصوص غير عبئة بسمعتها كفتاة نبيلة. هل تضحي بذلك لأنك تكرهينني؟ لكنني أحذرك من أعمالك هذه لأنها تثير غضبي. ليتني أستطيع قتلك يا إرواحي. تبا لك يا جاد. لا تسترب منه يا جاد. جاد ارجع يا بني. دعيك يا ابي. هيا ابتعد عن هذا السلاح الخطير. ابي افضل ان تستمع الى نصائح يا بيف قبل فوات الاوان. يا نقص ما تلقين بك يا الوهي. العجلة النارية. سوى الركام. إذا علينا الرحيل إلى مكان آخر. روبن نظرا للحالة التي نمر بها الآن أفضل العودة إلى الغابة فورا. هيا هل نعد نحن أيضا؟ شكرا لكم بما قدمتموه من مساعدة. سأحفظ لك هذا الجميل يا روبن. هيا بنا. ولكن يبدو أنني كنت واهمة. ولكن ماذا يغنى على ليديا في كل ما
قل لي ما الذي أصاب ليديا يا روبين؟ لا أدري، إن أمر ليديا محير. ما بي؟ أوصل ليديا إلى البيت. أما أنا فسأعود أدراجي إلى حيث تركنا الواين هناك. روبين، مستحيل، كيف تمكن من تدمير سلاحي؟